السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه محبي الخياطه، نتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله بصحه وسلامه. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخيطوا هذا البوني. هذه نتوما هي سهله في الخياطه وكتصايبيها من بقايا الثوب، يعني ما غاديش تكلفوا تاخذوا الثوب. بالنسبه للبنات اللي كيخيطوا راه عارفين راه كيصايبوها من بقايا تاع الثوب، وهاد الطريقه راه ممكن ديروها حتى بالخياطه ديال اليد، ماشي ضروري تكون عندكم الماكينه. دابا ان شاء الله غادي نوريكم الثوب شحال فيه والطريقه ديال الخياطه. غادي نحتاج هنايا قطعه تاع الثوب مطويه على جوج، نتوما فيها في العرض الدوره ديال الراس مقسومه على جوج. شحال عطاتني انا هنايا؟ عطاتني عندي فيها 28. بالنسبه للطول درت 50 سنتيم، ملي طويتو دابا على جوج بقات 25، يعني دابا الثوب على جوج كاينه غير 25، ملي غادي نحلو هكا غادي يعطينا 50 سنتيم، يعني نص متر تاع الثوب. عندي هنايا قطعة تاع الثوب صغيرة درت فيها 6 سنتيم على 8، ملي غادي نطويها هكذا باش نخيطها غادي تبقى فيها 3 سنتيم. دابا غادي نوريكم ان شاء الله الطريقة للخياطة. دابا غادي نخيطوا هاد البوني هادي من هاد الجوانب بجوج، من هنا ومن هنا. بسم الله. دائما لاغيطمون في الاول باش كتثبت لينا الخياطه ديالنا. هنايا غادي نخلي 3 سنتيم، شوفوا غادي نخلي هنايا 3 سنتيم عاد باش غادي نبدا الخياطه. جهه خيطتها كامله وجهه غادي نخلي فيها 3 سنتيم. ديروا لاغيطمون نتوما، خليت هذه الفتيحه هنايا. دابا غادي نقلب البوني ديالي، تانتوما كما كتشوفوا. دابا من بعد ما خيطتها غادي نكثف هاد البلاصه هادي، هاد الدوره هادي غادي نكثفها كامله على الشكل. غادي ندور عليها بنفس القياس ديال التكفيفه، هي سنتيم تقريبا هو اللي غادي نخيطو. دابا غادي نجي لهاد البلاصه اللي خليت فيها هاد الفتحه وغادي ندير واحد، نجيب بروخيط على هذا الشكل وغادي ندير واحد الغرزه كبيره، اولا نقدر ندير هذاك التكماش غير بيديا هذوك لي بلي. غادي نمشي هكذا ضربات كبار على هذا الشكل، هاد الخيط غادي نحيدوه من بعد غير باش يجمع لينا الثوب. هانتوما وغادي نقادو هاد لي بلي هادو، غادي نجمعو هاد الخيط ونقادو هاد البلاصه هكا. من بعد ما جمعت هاد البلاصه بالبرا والخيط غادي نجيب هاد الطريف تاع الثوب اللي كنت دايره خيطتو، ثم خيطتو على الداخل وقلبتو، هو اللي غادي ندخلو من هاد الفتحه هادي وغادي نجمعو هنايا باش يجي على هاد الشكل. غادي نخيطو حتى هو هكا.
دائما كنشوفوا على حساب القياس اللي بغينا. الا جاتكم هاد البانده صغيره ممكن ديروها عرض من هكا الا بغيتوا ديروها عرض. نتوما كيبقى لكم الاختيار، حنا كنوريوكم غير الطريقه و... كنبقاو كنعاودوا بالخياطه باش ماشي تجبد وتقطع لينا. هنا غادي نقطع هاد شويه اللي هنايا زايد، صافي. هذه هي البوني ديالي من هنايا. هاد البلاصه هادي حتى هي بغيتو تجمعوها بالخيط، انا كنفضل ندير ليها لاستيك. غادي ندير ليها طريف تاع لاستيك، غادي نبقى كنخيط وكنجبد في لاستيك باش تبقى عندي غير باش تبقى عندي البلاصه غير صغيره. كديروا لاستيك مجبد، نتوما كتجبدوا لاستيك وكتخيطوا، وانتوما بحال كدفعوا شويه الثوب تحت لاستيك، ما تجبدوش الثوب بالعكس دفعوه باش يتجر. دائما في البداية تاع الخياطة وفي الاخر كنديرو لاغيطمو باش كيتثبت لينا الخيط مزيان. هانتوما دائما تفينيو البياسة ملي تصايبوها. هنا عطاتني هاد التكماش على هاد الشكل، ممكن نتوما الا بغيتو تكمشو اكثر، الا بغيتو تكمشو اكثر غادي تجمعوا الثوب هو الاول هكذا بواحد الخيط كما درنا في الاول، عاد باش غادي ديروا ليه لاستيك. وهذا الشكل ديال الامام. غادي نوريكم بالنسبه لهاد الفتحه هذه اللي دخلنا منها هاد الباندا، باش ما تبقاش هاد الباندا هادي كدور، غادي ناخدو هاد الطريف وغادي نخيطوه مع هاد الراس ديال الباندا. خيطها صافي، غادي نقلبها وغادي نقادها على هاد الشكل. هذا هو الشكل ديال البوني ديالنا كيما وريتكم. ممكن ديروه بهاد الثوب هذا، ممكن ديروه بالثوب تاع الفوطة الحمام الا بغيتوه للحمام، وممكن تزيدو تزوقوه بشي حاجه الا ما بغيتوش هكا سامبل. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم ويجيكم سهل في الطريقه وفي الخدمه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساونيش من دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله.